الحمد لله حنا كنستعدوا بشكل مكثف هذه المقابله. هذه المقابله الاولى اللي تفتح لنا بزاف الاشياء. اللاعب عارفين المسؤوليه اللي على العاتق ديالهم. كنبريبارو المقابله كجميع المقابلات، يعني كان بدون ضغط، عارفين المسؤوليه اللي لنا. ان شاء الله نتمنى ربي نحققوا في واحد النتيجه ايجابيه تخلينا نمشيو بعيد في هذه المنافسه ان شاء الله. اذا قال غدر نار الايوب غدا انت رسمي، شنو غيكون رد الفعل ديالو؟ كيف غيكون؟ انا موجود لجميع الحالات ان شاء الله. نتمنى ربي يوفقنا المقابله، سواء دخلت انا سواء دخل الزملاء ديالي. المهم في هذه المقابله هو الانتصار. Bueno, tenemos una mentalidad muy buena, estamos muy concentrados, estamos con ganas de que empiece el partido y bueno, la verdad que vamos a intentar hacer lo mejor posible en esta competición y llegar lo más lejos. ديما كنا كنتسناو هذه اللحظه هذه باش يجي المنتخب باش نستقبلوه من نوفمبر. حنا كنتسناو هذه اللحظه هذه وجينا من مدن بعاد باش اننا نستقبل المنتخب ونحسوا بانه كاين مشجعين مورا اللي بغاو انه يحقق واحد النتيجه ايجابيه في هذه المنافسات. شنو تيبان لك دابا انت من هذا الشيء اللي تشوف؟ شنو الانطباعات ديالك؟ شنو الانتظارات ديالك؟ الانطباعات ديالي هو انه المنتخب كنشوف واحد الجو مزيان بين اللعابه، كنشوف واحد الانسجام وكنشوف ان كلشي اللاعبين بصحه جيده، يعني حتى شي واحد ما عندوش شي بليسيور ولا شي حاجه اللي تخليه ما يلعبش الماتش. نتمنوا لهم حظ سعيد. انا في ميزيتيد هنايا وحسن الحظ جا المنتخب لهنا باش عندي الزهر حيت كنت كنتسنى من اول فاش بدات الفيفا، كنت كنتسنى فينا تحت المنتخب. حسن الحظ تحط في المدينه فاش كنقرا فرحان. شنو الاحساس ديالك تشوف لعابه حتى؟ لا حاجه مزيانه بزاف و ما فرصه ما كتعوضش صافي. Thank you.